حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة صباحنا وصباح الملك لله. يلا يا بت يا جميلة قومي يا بت شوفي اخوك هيقدر ينزل مع ابوه ولا لا. يلا يا بت قومي وجعتي قلبي. بذمتك نايمة ولا صاحية؟ بت الكلب يعني يا موكوسة ما كنتش هرفع الغطا. الواد صحي ولا جا صاحبي نفسي؟ لا يا اخويا على ايه تصحيه؟ ده عيل وبعدين ما هي الست قالت لك هي هتشيل الليله. يا وليه افهمي وهي الست باقيه له العمر كله؟ يخليك لينا ويطول لنا في عمرك انت اللي باقي لنا يا اخويا. ولا انا كمان باقي له؟ ما كانش عضو يشتد من النهارده؟ قولي على ابنك السلام في الزمن الاخبر ده. معلش يا اخويا بكره يبقى راجل وقيمه ابوك ده عيل. يو شايليني بالزمن الاخضر ده. بسم الله يا مسهل يا رب. على مهلك يا اخويا. يا مسهل يا رب. ربنا يحنن عليك ويرزقك يا رب.
مؤاخذة عليك يا فارس، بطلت تزورني ليه يا حبيبي؟ احتمال دي تكون آخر مرة. هو أنا زعلتك في حاجة يا فارس؟ لسه ما لقيتيهوش. عارفة ليه؟ عشان بتدوري على وهم. طب عايز نعمل ايه يا ابني؟ بطلي تبصي قدامك. عايز نعمل ايه يا فارس؟ بصي جنبك، هتلاقيه جنبك قريب قوي. حاضر حاضر. قلبي حرام عليكي. ليه كده يا سمية؟ ليه يا شيخة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو قال لي ليه؟ كان خلاص، كان قريب مني قوي، كنت حاسة بجسمه بنفسه، كنت أخيرا خلاص هعرف مين اللي. بسم الله عليكي يا أمي، أنا لازم أرقيكي. عايزه ايه سعديه؟ قمت يا اختي من النوم ببص على العيال في فرشتهم ما لقيتهمش، وقال ايه البت حاطه لي شوالين مطرحها هي واخوها عامله لي زي الافلام. ما يكونوش عدوا عليكي؟ هم مين؟ جميله وعالي، مش بقول لك ما لقيتهمش في فرشتهم؟ راحوا مع عبد الله للدكتور. ايوه ايوه. طيب هنزل بقى يا اختي اجيب لك البخور، عشان الكوابيس اللي انت فيها دي شياطين، والشياطين دي ما بتتصرفش الا بالبخور. ما تتعبيش نفسك، انا عارفه كويس ايه اللي هيصرفه. انت نايمة شيماء؟ شيماء قادرة تنامي انت دلوقتي؟ قادرة تنامي بعد ما حنيتي ضهري وكسرتي ضهري وسط الناس يا شيماء؟ عملك ايه يا حمادة عشان تعمل فيه كل ده؟ هو عملتلك ايه انا؟ شيماء انا كل اللي كان نفسي فيه اللي انا دخلك بيتك بايدي واسطرك واشوف عيالك، تكسريني كده يا شيماء؟ انت بتعيطي؟ صدقي انا اول مره اشوف دموعك. عيطت عشان ترتاحي. تاريكي كنت بتعيطي كل دوت وانا اللي ما كنتش شايف، عشان انا كنت اعمى. حقك علي يا اخوي. قومي يلا قومي يلا، ايه اللي منامك على فرشتي؟ يلا اتكلي على الله. آه يا دماغي. رجع كم مرة؟ بتاع 3 مرات كده. قوم يا حبيبي. وقع على دماغه؟ وقعت يالا؟ لا ما وقعتش. أكلت حاجة من الشارع يا حبيبي؟ لا والله. دكتور غلوب تقول له يبطل الكشري بيضربه ده، ما بيبطلوش. لا يا ماما، مفيش اكل من الشارع تاني.
ياخد الدواء ده وان شاء الله يبقى كويس. يا دكتور بس هو يعني بقاله كام يوم بيحس بصداع شويه زغلله. لا ما تقلقش نفسك، اعمل له كشف نظاره. اه عادي يعني. يمشي على العلاج ده وما ياكلش حاجه من الشارع وان شاء الله هيبقى كويس. الف سلامه. سمعت يلا مفيش اكل كشري من النهارده. يلا. فاكرين اهو يا دكتور. العفو العفو الف سلامه. اللي بعده. يلا اعمل لك كشف نظاره يا دكتور. عايزنا نرجع زي الأول والزمان يرجع من الأول. عايزنا ضبط. ما شفتش أستاذ أمجد؟ لا والله لسه ما جاش. أمرني. بقول لك أمرني يا عم، أنا بشحت منك. عايزنا نرجع زي الأول. ألو. صباح الخير. أنا آسف أنا كنت قلقتك. صباح النور. لا ولا يهمك يا هشام. خير؟ بصراحة أنا مش متأكد، يعني حصل كده موقف امبارح حسيت إنه ممكن يهم حضرتك. موقف إيه؟ في إيه؟ قلقتني. لا لا ولا قلق ولا حاجة، بس يعني هو حضرتك هو في أوامر إن محدش يدخل المصنع بعد مواعيد الانصراف؟ أوامر؟ فؤاد بتاع الامن قال لي ان دي اوامر استاذ امجد. عادي، ايه المشكله في كده؟ لغايه دلوقتي الموضوع عادي، بس يعني انا حسيت يعني مجرد احساس والله اعلم ان كان في حركه جوه المصنع، وزياده على كده بقى كمان فؤاد ما كانش على بعضه. طب وايه اللي يخلي ده مش عادي؟ مش عارف يعني، انا بس حبيت يعني ابلغ حضرتك عشان تكوني على علم. طب انت قلت لحد انك هتكلمني؟ لا 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 خالص، استاذ امجد لسه ما جاش واستاذ خليل اصلا اجازه. طب كويس قوي. ما تعرفش حد انك كلمتني؟ لحد ما اشوف انا هعمل ايه وهبقى اكلمك. حاضر حاضر اوامرك. الو. اي يا هشام، بص لي كده بليز على الكاميرا اللي عند الواجهه واللي عند المكن واللي عند المخزن، شوفهم لي مش شغالين ليه. بقول لك ايه، انا مش عايزه حد يحس باي حاجه. تمام؟ اوامرك اوامر حضرتك. حاضر حاضر. باي باي. بيعمل ايه؟ بص بندق بيعمل ايه؟ شوف محمد بيعمل ايه؟ يلا يا ابو شوف شغلك بقى. عشا استابوندو بيبي. الو. ايوه انسه زيزي بقى كده. طب ركز معايا بقى. كملي يا مدام مشيرة. سامعك. زي ما قلت لسيادتك، مش منعم اللي عمل كده. أمال مين؟ يا ترى افتكرتي حاجة جديدة؟ جاي على بالك حد ممكن يكون هون؟ لا لا لا. بس أنا متأكدة إني مش منعم. إيه اللي بخليكي متأكدة إنه مش منعم؟ مش حاجة معينة، بس صدقني مش هو. يعني
ممكن يكون لي شريك مثلا؟ أنا كنت فاكرة كده في الأول، بس هو حد جنبي. إيه يا مدام مشيرة، أنت بتقولي فوازير ولا إيه؟ قادر بيه. تعالى يا محمد. تقرير النهاية يا سعد. أه والله. أنا بس عايز حضرتك تاخد بالك من الفقرة دي. طيب أنا هستأذنك ومش هتأخر عليك. أجي على طول. خدي راحتك. يا منى، لو تتكلم ولا عجبتك الوقفة؟ عاوز اقعد. انطق يالا بدل ما خليك تتمنى سيبك واقف. مين قتل فارس؟ قلت لك انا. طب وايه رايك بقى ان تقرير الطبيب الشرعي النهائي بيقول ان اللي قتل فارس قتله بايده اليمين؟ لسه عايز تكتب؟ بتدلي على مين؟ ولا أي حد. أمال بتعترف على نفسك ليه؟ عشان عاوز أموت، بس كده. أنا عايز أموت، وإيدي اللي منعتني، فقعتنا نعيش زي ما أنا عايز، ونموت برضو زي ما أنا عايز. عايز تخلص من حياتك؟ فاكر نفسك أتعس إنسان على الأرض؟ طب أنا بقى أنزلك الأرض بجد عشان تعرف إن أنت هنا في نعمة. حسن! تمام يا باشا. نزلوا الحجز لغاية لما تعرض على النيابة المسائية. خليه ياخد له بقى لفة في النيابة عشان يعرف إن الله حق. يلا! قلت لي فارس ابنك ملوش اعداء، ها؟ مش كده؟ طب ايه؟ نسيتي منعم؟ اللي كره حياته كلها بسبب ابنك فارس لدرجه انه راح يعترف على نفسه كده عشان ياخد حكم بالاعدام. نسيتي شيماء؟ طب نسيتي مين تاني؟ مين تاني يا مدام مشيره كره ابنك فارس لدرجه انه ممكن يقتله بالشكل ده؟ فارس ابني ملوش اعداء. اللي حصل لمنعم ده حادثة بتحصل، قضاء وقدر. أنا كنت موجودة في المكان وفي ناس شاهدة كتير، حتى اللي حصل لشيماء أنا السبب فيه، والله العظيم أنا السبب. طيب بلاش فارس، أنتي أذيتي مين؟ مين عايز ينتقم منك في ابنك؟ مين يا مدام مشيرة؟ مين؟ مدام مشيرة، لو عندك معلومات مهمة أرجوك تقوليها. ما عنديش. عن إذنك. ها، قالت حاجة مفيدة؟ لا ولا هتقول. خلينا في المهم، دلوقتي بيسرقنا ولسه ما حطيناش ايدينا على حد. ازاي بس يا باشا؟ اكيد منعم ليه شريك، ما احنا بالاول متاكدين انه ما عملهاش بنفسه. سيبك من منعم. منعم ما عملهاش ولا يعرف يعمل اي حاجه. الله، امال يعني اعترف على نفسه ليه؟ مش الياس. قول لي دينا اخبارها ايه؟ شلت المراقبه من عليها؟ لا. تحب اجيبها لسعادتك؟ انا مش عايز دينا، أنا عايز مفتاح نوال النهاردة.
الو انت فين يا زفته؟ كل ده في مشوار لاخر الشارع، ما عندكيش دم؟ خلاصي. ايه مش خدت اللي انت عايزه؟ اتفضل. لو اعرف انها ترسع الكام ورقه دول ما كنتش تعبت رجليا. تحب ابيع لك هدومي عشان ترتاح؟ ما يخلصنيش، لكن ده ما يمنعش انها تبص. احترم نفسك، انت جننت، ما تكلمنيش كده. ما تفوقي، ولا انت لسه فاكراني فرد الامن اللي بيعظم من الهانم في الطلعه والنازله وهي مكسله تبص له؟ صحصحي معايا كده وفوقي من اللي انت بتشديه ده، واعرفي ان حسن هو اللي ساتر عليكي، ان كان في حكايه صاحبنا ولا البودره اللي بقيتي بتجري فيها. وانا بتجري في البودره ليه؟ مش علشان اسد بقى اللي زيك؟ مش كفايه، مش كفايه عشان انزل من على الطاحونه اللي راكبها من يوم ما جيت الدنيا؟ مش كفايه عشان الحق انام ساعتين زي البهوات اللي بيصرفوا عليكي؟ ولا انت عايزه ايه؟ تاكلي تلبسي وتشمي وتقتلي ببلاش؟ فوقي. أنا هعملك اللي أنت عايزه، بس امشي دلوقتي. الفلوس تكون عندي خلال يومين، قسما بالله يوم زيادة عليا وعلى أعدائي. أنت فاهمة؟ الو ايه يا جاسم، ازيك عامل ايه؟ وحشتني كده برضو. كل ده متسألش عني، هتيجي امتى؟ معقوله كل ده؟ طيب هو انت مش هتبعتلي فلوس؟ لو سمحتي هات الموبايل ده. موبايل ايه؟ مين حضرتك؟ تعالي معانا. ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا هتعرفي مع الباشا. رايح فين انتوا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ توهمني على فين كده؟ انا عايز اعرف. اطلع. فين يا زفته بس؟ نادر بيه حضرتك كنت عايزني؟ الليلة الصوبة دي
تاني يا دينا؟ انا مش قلت لك مش المفروض نتقابل اليومين دول وما تجيليش هنا اصلا؟ اذا كان عليا انا مش عايزه اشوف وشك لليومين دول ولا غيرهم. يا امجد افهم، حسن ما بيهزرش بيهدد بجد. لو ما ادينهوش نص مليون جنيه هنروح كلنا في 60 ده. يا ماما افهمي، الواد ده لو اتكلم هيلبس زيه زينا عشان شافه سكت. انا فاهم، وعلى فكره هو بقى فاهم اكتر مني ومنك، بس برضه مش هيسكت وبيقول لي عليا وعلى اعدائي. يبقى انت اللي بقيتي عبيطه يا دينا، مش عارفه تخوفيه. مفيش حد هيستغنى عن حياته عشان فقير ومش لاقي ياكل وعايز قرشين. مش الفقر يا امجد، الياس. لما تبقى بتعمل كل حاجه في حياتك علشان تنجح وفي الاخر ما يقابلكش غير فشل، الدنيا كلها بتبقى ملهاش لازمه، حتى حياتك بتهون عليك. الفقر ممكن يذلك قدام الناس، لكن الياس بيذلك قدام نفسك. بقول لك ايه يا امجد، ما تجرب تروح لمشير، انت قريبهم برضو اكيد هتسمع لك. قريبهم؟ انت فاكره لو مشيره فهمت ان انا ليا اي علاقه بالحكايه دي هيفرق معاها قريبهم ولا مش قريبهم؟ يعني ايه؟ خلاص ما فيش فايده. وانا هعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ انا تعبت يا رب. طب ما تحاولي مع مشيره تاني، روحي لها البيت اللي هي قاعده فيه، بس خليكي صايعه والعبي معاها على الهادي. مشيرة ما بتخافش من حاجة في الدنيا قد الفضايا، فهمتي؟ ما تجيليش تاني. عجبك؟ ان شاء الله تسلم. صحيح يا علي انت شايف دلوقتي احسن؟ 100 100. انت هتمثل هي في عدسات اساسا؟ اه صحيح يا علي، احنا لسه ما ركبنالكش عدسات. كم دول؟ 9. هو في ايد فيها 9 صوابع يا هبل؟ الواد بيشتغلنا. ما دام بيشتغلنا يبقى خف. لا والله لسه ما خفتش، هات واحد جلدتي تاني وانا هخف. والله انا بقالي 5 سنين ما انبسطتش كده. 5 سنين ها؟ عداهم انت. ايه اللي عداهم؟ هو انا انبسطت ولا ضحكت بنفسي من ساعه ما خرجت من المدرسه؟ خرجت من المدرسه ليه بقى؟ سبب الانجليزي. كان جاي لنا مدرس اسمه رؤوف، الهي الكعبل في السجاده وسخ البعيد. كان يخش لنا الفصل يرطم بالكلمتين اللي حافظهم وتن واخدهم وخارج. اني سيب حاجه تثبت هنا؟ ابدا. تقولش بيعلم في امريكان؟ بيعلم في امريكان؟ طب بقول لك ايه؟ واللي علمك انجليزي تكملي؟ يا ريت يا عبد الله، هو حد يكره يبقى مع شهاده؟ اوكي. ليتس جو جميله. ليتس جو؟ يس. انت كنت تعرف مستر رؤوف؟ نو. يلا يا علي ده باين له نهار بلاك. بلاك ولا وايت؟ كل ده يا فارس. ليه بس؟ ليه يا ابني؟ مدام مشيرة، أنا بجد المرة دي كنت معاكي صادقة في كل كلمة قلتها لك، عشان كده ورحمة فارس ساعديني أحلل اللي أنا فيه. راجل مديني مهلة يومين بس وأقسم لا هيعمل لنا فضيحة، وكل كلمة حكيتها لك هينشرها في الجرايد واسم فارس هيبقى بأسامينا كلنا. وأنا أجيب لك منين دلوقتي 500,000 جنيه؟ طب ينفع حضرتك تدبريهم بكرة؟ واضمن منين بقى ان الراجل بعد ما ياخد مني الفلوس مش هيفتح بقه تاني؟ انا اضمنه لك. ماشي دينا، بكره الصبح اول ما البنك يفتح هجيب الفلوس واجي لك على البيت. وانا مستنياكي. الو. اه حسن، بكره يا حسن الفلوس كلها هتبقى عندك.
خلاص يا حسن قلت لك بكره. بقول لك ايه، هي نوال جت؟ ما جاتش؟ طيب مال خلاص يا حسن. طيب يلا يا بنتي اللذينة. ايه ده نوال، انت واقفه ليه؟ تعالي اقعدي. سيجاره؟ خدي خدي، انا عارف انك بتدخني. طمنيني بقى عليكي، دينا عامله معاكي ايه؟ بتقبضي كويس؟ أنا أسمع دلوقتي إن الشغالات بياخدوا مرتبات أعلى من وكلاء الوزارة. حضرتك أنا مش شغالة. لا يا شيخ. طب ده أنا كنت فاكرك شغالة، أمال أنت بتعملي إيه عند دينا؟ أنا ودينا أصحاب من أيام الجامعة. ولما جات لك سفرية بيروت خدتيها معاكي، يعني بحكم إن جوزها كان مختفي في ليبيا وما عندهاش أي دخل عشان تكمل تعليمها. وفي بيروت برضو اتعرفتوا على جاسم. بس جاسم أعجب بدينا واتجوزها. رجالة يعني ليهم حاجات كده. المهم لما جت ترجع مصر قالت لك ترجعي معاها عشان تشتغلي عندها، قصدي ايه؟ عشان تبقوا صحاب. حضرتك انا ودينا اصحاب من سنين، ولما قررنا نسافر قررنا نسافر على الحلوه والوحشه، يعني المليان يكب على الفاضي. لكن انا ما بشتغلش عند دينا، انا صاحبتها. اه طبعا صاحبتها، انا عارف ده. بس واضح انك بتحبيها نوال. ها دينا غلبانه وانا عارفه ان هي عصبيه ومجنونه، بس بتنزل على ما فيش. وبعدين دينا ملهاش غيري. ويا ترى هي كمان بتعزك زي ما انت بتعزيها كده؟ يعني مثلا النهارده كانت بعتكي على فين؟ دينا عندها مشاكل هي وجاسم بقالهم شويه، وجاسم بطل يبعت لها مصاريف. فدينا قررت تطلع مجوهراتها تأجرها لأصحابها، يعني اللي عنده حفله اللي عنده فرح بيرجعوها تاني كده. وانا النهارده كنت رايحه ودي الخاتم ده لواحده صاحبتها. اه والله. وهي ما تقدرش تتصرف في حاجه عشان جاسم ممكن يبهدلها. وهي دي بقى المجوهرات اللي انت رايحة علشان تأجريها؟ وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول لسوء.
تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة. كالعادة